يا أهلا والله، السلام عليكم ويا أهلا فيكم من جديد. معكم أخوكم مهند زاهري، وأخيرا وصل لي جهاز الآيفون 15 برو باللون التيتانيوم الجديد. طبعا الفيديو هذا راح أتكلم إن شاء الله عن كل شيء وكل جديد صار في هذا الجهاز والتغييرات كاملة، ولكن فتح الكرتون ما راح يكون موجود بهذا الفيديو لأني أنا أصلا أوريدي فتح الكرتون ونشرت فيديو في حساباتي الثانية زي إنستغرام أو تيك توك أو تويتر وغيرها. فعشان تشوف الفيديو أو تشوف محتوى إضافي أكثر إن شاء الله عن الجهاز هذا وعن أي جهاز ثاني، تابعني في الحسابات عشان تستفيد وتشوف الفيديوهات أول بأول، وكل حساباتي راح أحطها لكم تحت بالوصف، تابعوني عشان تستفيدوا وتشرف بالجميع. طيب ما أبغى أطول عليكم بالمقدمة، خلونا نقول بسم الله ويلا نبدأ في الفيديو. طيب أول شيء راح أتكلم عن التصميم والشكل والاختلافات اللي صارت بالآيفون الجديد الآيفون 15 برو. أول شيء الآيفون هذا جاب بشيء جديد مختلف عن كل الآيفونات اللي نزلت من عام 2007 إلى هذا الآيفون، وهو زر الصامت. زر الصامت تغير في هذا الآيفون بشكل كامل، ما صار زرار يرتفع وينزل نفس السابق، صار زرار ينضغط على جوا وتقدر تخصصه بالطريقة اللي انت تبغاها. طبعا صار اسمه زر الأكشن فوق أزرار رفع وخفض الصوت مباشرة. أول ما أعلنوا عنه أبل في المؤتمر قبل لا أستخدم الآيفون كانت ما هي عجبتني الفكرة كثير، وكنت أقول أنا كنت أعرف جوالي إنه صامت أو عام مجرد ما اسوي الحركه هذه، اعرف اني انا لو سويت زي كذا حيكون صامت ولو رفعته على فوق حيصير عام، ولكن الايفون الجديد كيف راح اعرف انه صامت او عام؟ لانه ازرار واحد بس. بس بعد ما وصلني الايفون 15 برو واستخدمت الازرار هذا وعرفت كيف طريقته بالضبط، انا حتى وهو بجيبي راح اعرف انه كان صامت او عام باستخدامي لهذا الازرار، لانه اضافوا فيه حاجه صراحه جدا جميله. الان انا مجرد ما اكون معلق عليه كذا راح يصير عام، او اعلق عليه مره ثانيه راح يصير صامت. طبعا كيف راح اعرف انا بدون ما اشوف الجوال انه صار عام او صامت؟ وهو انهم اضافوا فيها حركه صراحه حلوه اللي هي الهابتيك تاتش، الاهتزاز اللي بيصير بالايفون. فانا مجرد ما اضغط كده راح يهز الايفون هزه واحده بسيطه جدا وانا كده اعرف انه صار عام، ولو اضغط مره ثانيه معلق راح يهز تقريبا 3-4 هزات بشكل جدا سريع ومطوله، فانا الان اعرف ان الجوال صار صامت. فبهذه الحركه تقريبا انك تحس الجوال بس بتعرف انه صار صامت او صار عام. الحلو فيه انه راح تقدر تخصصه من الاعدادات بأي شيء انت تبغاه. فلو تشوفوا من الاعدادات في خيار تقدر تخصص زر الصامت هذا بالشيء اللي انت تبغاه، سواء تحط مكبر او الفلاش. على سبيل المثال الان انا حاط فلاش، فمجرد ما اسوي كذا راح يشتغل الفلاش، مره ثانيه راح يطفي الفلاش، وتقدر تحطه على الكاميرا عشان يصور مباشره ويفتح لك الكاميرا بشكل سريع، ودقه ثانيه راح يبدا تصوير، وعلى حسب الاختصار اللي انت مسويه. طبعا في اختصارات كثير ومن ضمنها راح تقدر تضيف اختصار الشورت كاتس اللي راح تقدر تحط فيه اي شيء انت تبغاه، لان تطبيق الشورت كاتس اللي موجود في الايفون تبع ابل تسوي برمجه بسيطه وجدا سهله وتخليه يسوي الشيء اللي انت تبغاه، يفتح تطبيق، يتصل على شخص فلاني، واشياء مره كثير تقدر تتعمق فيها. وطبعا زر الاكشن لو خصصته على اي اختصار ثاني وتكون تبغى تحط الجوال صامت بشكل سريع، فاضافوا او ثبتوا في مركز الاشعارات هنا اللي هو الصامت، فبهذه الطريقة انت تقدر تخليه صامت بشكل جدا سريع. فهذا هو زر الاكشن الجديد وكيف طريقة استخدامه وكيف احساسك لما تعرف انه صار صامت او عام، والاضافات والمميزات اللي راح تقدر تستفيد منها. طبعا هذه من ابرز الاشياء الجديدة اللي صارت في الايفون 15 برو والايفون 15 برو ماكس، بالاضافة الى انه صار شيء جديد على كل الايفونات ال15 وال15 بلس وال15 برو وال15 برو ماكس، وهو انه تغير منفذ الشحن في الايفون. في البداية كان لايتنينج والان صاير تايب سي، نفس الماك نفس اغلب الاجهزه اللي موجوده حاليا. طبعا منفذ التايب سي هذا راح تقدر تستفيد منه باكثر من شيء، مو بشحن الايفون بس، والكابل اللي بيجي معاك داخل الكرتون مع الايفونات الجديده اللي هو تايب سي من الطرفين، وجاي قماش مو نفس اللايتنينج اللي كان يجي اول مع الايفونات السابقه. طبعا راح يفيدك باكثر من شغله انك تشحن الجوال من خلال هذا المنفذ. طبعا منفذ التايب سي راح تقدر تستفيد منه باكثر من شغله، تشحن جوالك من خلال منفذ التايب سي، او تشبك عليه منفذ او كيبل الثندر بولت اللي راح تقدر تشبكه مباشره على كاميرا خارجيه او على كمبيوتر او على الايباد او حتى على شاشه كمبيوتر عشان تنقل المحتوى فيها او تسحب ملفات او تنقل ملفات بشكل جدا سريع وبسرعات عاليه. وبالاضافه لانك تقدر تشبك عليه الاكسسوارات بشكل سريع اللي هي مثل
هارد ديسك الخارجي او وصله الهب اللي راح تقدر تشبك عليها اكسسوارات اضافيه، راح يعطيك نقل بيانات توصل الى 10 جيجا بايت. وحتى لو كنت تلعب لعبه معينه على هذا الجهاز راح تقدر تشبكه بمنفذ الثندر بولت على كمبيوتر خارجي وراح ينقل المحتوى بشكل كامل وسريع مباشره على الجهاز. منفذ التايب سي وزر الاكشن هي هذه من اكثر الاشياء اللي ملاحظه وتغيرت فيه، ولكن في شيء كمان اضافي اللي هو الشاشه، صاير حواف الشاشه نحيفه اكثر من السابق، ولكن حجم الشاشة نفس حجم الايفونات السابقة، نفس الحجم، ولكن صاير الجهاز طول وعرض انحف بشيء جدا بسيط، شيء يعني تقريبا لا يذكر، ولكن لو حطيت الجهازين جنب بعض راح تعرف هذا الشيء. ومن الاشياء اللي صارت انه غيروا مواد تصنيع هذا الجهاز، صاير من التيتانيوم بالكامل، ويتوفر منه 4 الوان، لون التيتانيوم الطبيعي نفس اللي موجود عندي هنا، بالاضافة للون الكحلي او الازرق الغامق، بالاضافة الى اللون الابيض واللون الاسود. طبعا هذه على سلسلة الايفون 15 برو والايفون 15 برو ماكس، وكل هذه الايفونات مصنوع من التيتانيوم بالاطراف، ولكن الخلفية تبقى القزاز، القزاز القوي اللي يتكلموا عنه ابل دائما. ومادة التيتانيوم هذه راح تخلي الجهاز اخف بكثير من الجهاز السابق، يعني لو تاخذ الايفون 15 برو مع الايفون 14 برو وتحطهم جنب بعض او تمسكهم جنب بعض راح تشوف فرق جدا واضح. الايفون الجديد هذا صراحة خفيف بشكل جدا ملحوظ. وزن الايفون 14 برو 206 جرام، وزن الايفون 15 برو 187 جرام، فالفرق تقريبا بين الجهازين 19 جرام في الوزن، اثقل الايفون 14 برو عن الايفون 15 برو. وايضا هذا ينطبق حتى على الايفونات الماكس، الايفون 14 برو ماكس 240 جرام، والايفون 15 برو ماكس 221 جرام. في الحجم والوزن طبعا في الطول والعرض والعمق والوزن، هذه راح احط لكم تفاصيل بسيطه وارقام توضح الفرق بين الايفون 14 برو والايفون 15 برو. هذه كانت ابرز واهم التغييرات الملحوظه اللي صارت في التصميم والشكل الخارجي لهذا الجهاز. طيب الان لو نيجي نتكلم عن المواصفات الداخليه والتغييرات اللي صارت في الايفون بنتكلم ونذكرها بشكل سريع. اول حاجه لو نشوف الكاميرا، الكاميرا في هذا الجهاز تحسنت بشكل كبير واضافوا فيها اشياء اضافيه. انت بتشوفها 3 كاميرات خلفية، ولكن هي تقريبا تعتبر 6 كاميرات خلفية، لان في عدسة، العدسة الاساسية راح يصير فيها ابعاد اضافية 2 زيادة، فعندنا العدسة الواسعة راح تكون هذه 1، والعدسة الاساسية هذه 2. العدسة الاساسية فيها ابعاد اضافية اللي هي البعد الاول 24، والبعد الثاني اللي هو 28 ملي، والبعد الثالث اللي هو 35 ملي. فهنا عندنا تقريبا 4 عدسات بالاضافة لعدسة الـ X2 وعدسة الـ X3، فهنا 6 عدسات مختلفة تقريبا موجودة في هذا الجهاز، ولكن اضافوها بطريقه جدا مميزه بشكل 3 عدسات خلفيه فقط. والبورتريه في الكاميرات تحسنت عن السابق بشكل جميل، وراح تعطيك تفاصيل جدا جميله وبدون التشوهات اللي تجي بالاطراف. والبطاريه في هذا الايفون تقريبا ما فيها اختلافات كثير، نفس بطاريه الايفون 14 برو، يعني نفس الاجهزه السابقه. طيب لو نجي نتكلم عن المعالج في الايفون 15 برو والايفون 15 برو ماكس، كلها تيجي بمعالج جديد اللي هو الـ A17 Pro. والمعالج في هذا الايفون المعالجة فيه جدا سريعة وقوية صراحة، معالج جبار وراح يشغلك حتى العاب جدا كبيرة، هذا على كلام ابل. طبعا انا جربت بشكل سريع العاب بسيطة، ولكن راح يشغل العاب او راح تستمتع في الالعاب بهذا الجهاز بشكل جدا كبير، وهذه من اكثر الاشياء اللي ركزوا فيها ابل في الايفنت، انه كان الجوال الجديد راح تقدر تستفيد منه في الالعاب بشكل افضل من السابق، وحتى راح تقدر تنقل المحتوى بمنفذ الثندر بولت على جهاز كمبيوتر وتستفيد وتلعب بشكل جدا جميل. هذه بشكل سريع النظرة الاولى واهم التغييرات والاضافات والمميزات اللي صارت في الايفون الجديد، وراح استخدمه اكثر واكثر في الايام الجايه باذن الله، وهو جهازي الاساسي اللي راح يكون معايا طول الوقت، بجرب الكاميرات، بجرب المعالج اللي فيه وكيف اداؤه، وبنفس الوقت ان شاء الله راح انشر لكم محتوى اكثر واضافي لهذا الجهاز في حساباتي بالسوشيال ميديا الثانية، فقلت لكم تابعوني وموجودة تحت بالوصف كل الحسابات. طيب أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا وما كون طولت عليكم. إذا عجبك الفيديو يا ليت تضغط لايك، وإذا ما كنت مشترك يا ليت تشترك وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد أول بأول. إلى هنا وصلت لنهاية الفيديو، كان معكم أخوكم مهند زاهري، أشوفكم في فيديو جاي وفي أمان الله.